النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام كان قاعد جنب الكعبة ومتركي، وجوا أصحابه صلى الله عليه وسلم وبلشوا يشكوا: يا رسول الله، يا رسول، أنت شايف انضربنا، اتبهدلنا، أهنا، يا رسول الله، ما أنت شايف الضحاك ابن عمر كيف أم أنمار اللي هي معلمته، أم أنمار معلمته تأخذ الحديد وتكوي فيه على راسه لحد ما يغيب، يا رسول الله ما أنت شايف آل ياسر، شايف عمار وشايف ياسر وشايف سمية، يا رسول الله أنت شايف بلال شو بتسوى فيه، يا رسول الله أنت شايف فلان وشايف فلان، يا رسول الله أنت شايف، ادعو الله عز وجل، ادعو لنا ربنا سبحانه وتعالى ينتقم، ادعي الله عز وجل يأخذ لنا حقنا، ادعي الله ينتقم من الكفار، من الأعداء، من المنافقين، من المغرضين، ادعو الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقدر يرفع إيديه، بيقدر النبي يرفع إيديه ويقول يا رب، وكلمة النبي عند ربنا مسموعة، كلمة النبي عند الله عز وجل ما بتصير ثنتين ولا بتوقع على الأرض. حبيبه سبحانه وتعالى وخليله وصفيه ومجتباه، النبي الذي نزل من بطن أمه مطهرا مطيبا مختونا ساجدا مكحلا ممشطا، ما حدا شاف له عورة، حتى هو طفل صغير بيقولوا النساء ما رأينا له عورة. هذا النبي عند الله له قيمة، وفي آخرته اطلب اللي بدك يا بصير سنعطيك حتى نرضيك، بيقدر يرفع ايديه. بس النبي شو قال لهم؟ لو النبي رفع ايديه ودعا بيكون كلام النبي خاص للجماعة اللي عايشين في زمنه، بس بيكون كلام النبي خصوصي، وبنيجي احنا مسلمين نتحسر نقول وين النبي يدعي لنا؟ طب انا واقع بكرب، وين اروح ادعي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش نبي، انت يا رسول الله كنت بس اللي عايشين في زمنك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لهم. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان الرجل ممن قبلكم يؤتى به فيحفر له الى نصفه، يعملوا له حفرة ويحطوه فيها ويتربط، ثم يوضع منشار الحديد على مفرق رأسه، على نص رأسه، وينشر ينشر 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 حتى يسقط شقين، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة، المرأة تطلع تمشي من حضرموت للكعبة المشرفة، يعني مسيرة 3-4 أيام، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. بعد الضيق فرج، وبعد الشدة في يسر. دائما وأبدا المسلم أمله بالله عز وجل. ليش؟ لأنه ربنا إذا أراد شيئا بيقدر يقول له كن فيكون. واحدة ما عندها خلفة، عندها ضيق، عندها حاجة، عندها رغبة تصير أم، افتح إيديك بالليل وقول يا رب. بيجي بقول لك ما هو الفحص الطبي، أي فحص طبي؟ هو لما ربنا خلق آدم من طين كان في فحص طبي ولا قدرة الله تدخلت؟ هو ربنا لما طلع حواء من ضلع آدم كان في فحص طبي؟ ما فيش أم أصلا. هو ربنا لما خلق سيدنا عيسى ما فيش أب. هو ربنا لما طلع الناقة سيدنا صالح من الصخرة الصماء الجرداء، أي فحص طبي؟ الفحوص الطبية هاي الناس بيحكوها، الفحوص الطبية يعني مقدرة البشر، بس في رب للبشر. انت في ضيق مالي، الجأ إلى الله عز وجل وقل له: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الجأ إلى الله عز وجل. عندك مشكلة مع زوجتك، عندك مشكلة مع أولادك، عندك مشكلة بالفلوس، عندك مشكلة بشغلك، عندك مشكلة مع نفسك، عندك مشكلة بالحياة، مع المال، مع الوظيفة،
دائما أبدا خلي عينك بعين الكريم سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير. إحنا هلكنا وخربنا لما صرنا نحسبها 1+1=2. طب والله وين؟ الله مش بالحساب. الله مش بالحساب. يعني الله عز وجل مش بحساب بني آدم اليوم. طب اسمع الرب شو بيقول لك سبحانه وتعالى: إن مع العسر، العسر معه يسر، إن مع العسر يسرا. إجوا قالوا لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ربنا حط مع العسر الواحد يسرين سبحانه وتعالى. ربنا حط مع كل عسر يسرين. طب استنجد بالله عز وجل، قل له: اللهم إيمانا بكتابك وتصديقا لنبيك وحرمة لآياتك، فإنك قد قلت إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أسألك أن تفرج همي وكربي وتنفس عني. إلجأ إلى الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال: أليس الصبح بقريب في القرآن؟ هو الصبح بس لسيدنا لوط؟ لا، صبح المهمومين، صبح المغمومين، صبح المدينين، صبح الناس التعبانين، كلهم هذول صبحهم قريب. لأن الدنيا لا تبقى على حال، والدنيا فيها تحول. الدنيا كلها ليس فيها ثبات على حال، لكن خلي أملك بالله عز وجل دائما وأبدا، إنه بعد مع الكرب ومع الشدة ومع الضيق الله عز وجل يختبرنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الرخاء والانتصار وسعة الرزق، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم. ليش يا رب؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. ربنا ليش بيسلط البلاء؟ عشان يميزنا، عشان هذول جماعة ربنا اللي ما ربنا بيشد عليه بيقولوا حاضر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما ربنا بيعطيه بيقولوا حاضر أنفق، ينفق الله عليك. لما ربنا بيبتليه بيقولوا أمرك، أنا عبدك المطيع. ولما ربنا بيوسع عليه بيقولوا أمرك، أنا عبدك المنفق. فهو في السراء والضراء يعيش مع الله عز وجل. النبي قديش تعرض للشدائد، الصحابة قديش تعرضوا للشدائد في غزوة الخندق. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم الأمل ويروح بث فيهم روح الأمل. طب النبي منين جاب الكلام؟ أيوة، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. مهما كانت الشدائد، أنت بتمر بأزمة مالية الآن في شركتك، واقف الشغل، قول يا رب، قول يا رب، هو الرزاق، مش بالدجل وبالحيل وبالوهم وبالنصب والاحتيال. إنما عند الله لا ينال بمعصيته، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عند ربنا ما كنت تطوله بالمعصية، عندك أنت ركود اقتصادي تصدق، عندك نقص في راتبك تصدق. طب ليش أتصدق؟ ما أنا ما معي أصلا. أيوة ما معك، بس لما تكون عارف أن ربنا الرزاق. فينظر الله إليك فيقول: عبدي قليل ماله شحيح في يده، ينفق مما آتيته على القليل، فكيف بمن يملك خزائن السماوات والأرض؟ فيعطيك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: طل هذا عبد من عبيدي، معطيه 300 ليرة بالشهر وقاعد يتصدق، وربنا عنده خزائن السماوات والأرض، فيتحرك رزق الله إليك، يتحرك رزق الله إليك. بس يعرف كيف تعامل مع الله عز وجل. لما تيجي تنام اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة، عنية الرزق، عنية البركة، عنية تيسير الأمور، عنية أن يقويك الله في بدنك. والله يا إخوان نصيحة لوجه الله، من مجرب، أنا مجربها يعني، قبل ما تنام تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد ثلاثا، قل رب الفلق ثلاثا، قل رب الناس ثلاثا، وبعدين بتسبح سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. والله الليلة اللي بتفوتني وما بقراها، والله تصحى ثاني يوم كسر كسر جسمك. واليوم اللي بتقرأها أو الليلة بتقرأها ثاني يوم، مدد مدد يا مولانا، مدد من الله عز وجل المدد. السبب إنه بعد الضيق في فرج. استعن بالله، استقوي بالله عز وجل، اطلب من الله تبارك وتعالى. لا تعتمد على نفسك ولا على ذكائك ولا على جهدك، ما تعتمد.
ما تعتمد. هذيك اليوم حكى معنا واحد من الإخوان عنده ميداليات ذهبية في أبطال وكمال أجسام وميداليات دولية و كله عنده. لما شفت صورته كاين اللهم صل على النبي جبل واقف، عبارة عن جبل من العضلات، جبل من العضلات وميداليات، والآن بيعاني من فشل كلوي وكذا. لا تركن عقوتك، لا تركن عجاهك، لا تركن عمنصبك، لا تركن على شيء ربنا أمدك فيه لأنه تخاف يسلبه. هذيك السنة شاه إيران لما عزلوه كحشوه، ولا بلد بالدنيا رضيت تستقبله، ولا بلد، وظلت طيارته تفر حوالين القاهرة عبين ما قالوهم يلا ضبوه. هو كان شاه إيران، يسمي حاله شاهن شاه ملك الملوك يسمي حاله، وغيره مثله مثائل طبعا، اللي الناس تعاظمت وربنا أخزاها في الدنيا قبل الآخرة، والناس اللي تنمردت وربنا أخزاها في الدنيا قبل الآخرة. النمرود كان ما يعطي لواحد لقمة خبز إلا لما يجي يسجد وبوش على رجليه، وربنا آخر النهار أذله بحبة ناموس دخلت براسه. دائما أبدا بعد الشد في فرج، بس قول يا رب خلك مع الله عز وجل. ضيقك وين ضيقك؟ بالراتب. هو اللي ماسك السماء ما تقع على الأرض مش قادر يفرج عليك؟ والله بيقدر، بس ما هو يا شيخ الراتب محدود. يا أخي أنت بتطلع على الراتب المصدر، انظر للبركة، انظر للعطاء من الله عز وجل اللي بيعطيك يا الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى كل شيء قدير، لا تقنط من رحمة الله مهما بلغت ومهما عظمت مصيبتك، مرضك، دينك، فقرك، طفرك، الضيق اللي بنمر فيه احنا، لا تقنط من رحمة الله. لو تكون عارف انه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة، ان اليوم احنا اللي عايشين فيه شوية شتات، مو هذا بسبب الضنك اللي احنا عايشين فيه كلنا، مش لحالك. ودائما خلي قناعتك وقاعدتك انه ربنا لما بيحجب عن واحد شيء، ان الله يحجب هذا الشيء لمصلحتك، وان الله حرمك في مكان ليعطيك في اخر، وان الله منعك في مكان ليجود عليك في مكان اخر، وان الله يهيئ الاسباب، وربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك من غامض علمه وغامض رزقه سبحانه وتعالى. والله يا اخوان بتحصل معنا شغلات ما بتتفسر، وبعد فترة توقع في مطب تقول عشان هيك ربي سبحانه وتعالى عرفني عفلان وجاب لي فلان عشان يكون سند إلي فالمصيبة اللي بدها تيجي. أيوة، معناته ربي بدبر الأمور قبل ما توقع الكوارث. أيوة بالضبط، ربنا بيلم فلان عفلان وبيعرف فلان على فلان، والله ما بتعرف ليش، شو جابه هسه هذا، وبعدين بصير عندك مشكلة بتقول أيوة عشان هيك ربي سبحانه وتعالى ساق فلان مع فلان عشان يجمع فلان مع علان، عشان لما تيجي هالمصيبة اللي جاية ربي يدفع عنه وعنكم طبعا، عشان لما نوقع المشكلة يجي هذا اللي تعرفني عليه جديد قبل شهرين ثلاثة يوقف معي. أيوة هسه فهمت ليش يا رب انت عملت هيك. شوف ربنا قديش رحيم، شوف ربنا قديش كريم. والله كثير من قضايا الدنيا لما تتطلع عليها مش مفهومة، لقدام تعرف انه ربك بده يخلك يختبرك، بس بده يوجعك سبحانه وتعالى، بيسوي عندك مشكلة بس هو ربك سبحانه حاط لك فرشات اسفنج حواليك عشان لما توقع عليها، عشان يقول لك انا بقدر اوقعك بس انا بدي ارحمك. عرفت ليش دائما نقول اللهم انا لا نسألك رد القضاء، لان القضاء لا يرد. اللهم انا لا نسألك رد القضاء، ولكن يا رب نسألك اللطف فيه. يا رب هالوقع بدي تصير هالوقع، طب يا رب حطينا فرشتين اسفنج نوقع عليها، ما احنا واقعين يا رب. هاي اللطفة فيه، القضاء لا يرد بس اللطف مع القضاء. عشان هيك خلي دائما أبدا أملك إنه الفرج بعد الشدة، وإنه بعد العسر يسر، وإنه دائما أملك مع الذي لا تنقطع به الآمال. أملنا دائما مع الله، ودائما الأمل مع الكريم، ومنقول له يا رب.